السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما شفنا سكراتش بتخليك تعمل برمجة مرئية. عندنا هنا حاجة اسمها ووتر بير، تمام؟ خدوا السكراتش وطوروا عليه، يعني زودوا حاجات مش موجودة في السكراتش، وده الطبيعي ان هو عايز يتميز فبياخد نفس الحاجة ويبدأ ان هو يطور. هتلاقي حتى هنا في حاجات كتيرة مش موجودة هناك. طيب هو انت بتبدأ فكرة ايه؟ ان انت بتبدأ تسحب بالشكل دوت، تقدر تغير الداتا، تقدر تغير المعادلات زي ما انت عايز، وتبدأ بس ايه توصل الحاجات ببعض، تمام؟ بالشكل دوت. عنده امثله جاهزه، تمام؟ زي مثلا فولو بوينتر، اهو لما اقول له ران هبدا امشي، كل ما بمشي في حته هو بيبدا يعمل حاجات بالشكل دوت، كانك انت مثلا معاك قلم وبترسم بيه. عندي حاجات تانية، درو فروم اري، ترسم من المصفوفه. تقدر طبعا تغير الابعاد بتاعت الاكس قد ايه والواي قد ايه، شايف اهي اللوب ايفر. الامثله دي بتبقى معموله عشان تفهمها وتعمل حاجات احسن منها. هتلاقي عندك مثلا قاعده اف، يعني ممكن تقول له لو رقم كذا خليهم بالتعداد الفلاني، تمام؟ عايزين مثلا نقول له اغنيه مثلا، تمام؟ هو هنا بقى عشوائيا بيبدأ يحط بقى النجوم والحاجات دي كلها، دي النوتس اللي موجودة اللي هي بتعمل الأغنية، بيمشي عليهم واحدة واحدة. تقدر إن أنت تغير العزف. طيب إكزامبل، ممكن نشوف حاجة تانية، أقول له ران، عمل لي الكرة ديت. أنا بقى الأسهم هنا ببدأ أحرك دي. وهكذا. ففي امثله كتير انت تقدر تعمل بقى حاجات خاصه بيك. سيمبل موف بالاسهم بحرك المربع دوت، يعني هنا بيقول لي ارسم كذا، وبعد كده بيبدا يقول لي حرك كذا، ويبدا ان هو كل فريم بيبدا ان هو يمسحه ويبدا ان هو يرسم السكوير من اخر حركه كانت موجوده. دي كلها انت مش بتكتب كود، انت بس مجرد دراج اند دروب، تبدأ تسحب الحاجة وتبدأ ان انت ترسم الحاجات اللي موجودة. تقدر تسحب وتحط المعادلات زي ما انت عايز. فهو ممتاز عشان تعلم البرمجة. ممكن تقول له انا عايز ملف جديد، وتبدأ بقى تشوف ايه الحاجات اللي انت ديك، مثلا حاجات خاصة بالكنترول، في حاجات خاصة بان انت تبدأ بقى ترسم، في حاجات مثلا خاصة باللون فتبدأ تحدد اللون اللي انت عايزه، وهكذا. كلها دراج اند دروب، نفس الدروس اللي انت خدتها في السكراتش تقدر تطبقها هنا وتبدأ ان انت تزود عليها. ممكن تقول له مثلا عايز شيب مثلا معين، وهكذا تبدأ ان انت ايه تحط كل التولز اللي انت عايزها.